خدمة إخبارية جديدة من قناة تن. أهلا بكم وإلى التفاصيل. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع نظيره التونسي الباجي قائد السبسي الذي يزور القاهرة حاليا. ناقش الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها الأزمة الليبية والوضع الراهن في سوريا وسبل مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وعقب الاجتماع عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا تناول فيه أهم ما تم بحثه خلال الاجتماع. وفي وقت سابق قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وذلك بمناسبة ذكرى 42 لانتصارات أكتوبر. كما قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبري الرئيس الراحل محمد أنور السادات والرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومصافحة عدد من أفراد أسرتيهما. وعقب ذلك ترأس السيسي اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر. أعلن دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن عدد الوفيات المصريين في الحج بلغ 138 حالة وفاة، وأنه سيتم نشر أسمائهم اليوم. وأكد جمعة في مؤتمر صحفي أن عدد المفقودين انخفض، حيث تم العثور على 3 جثث، ووصل عدد المفقودين إلى 96 حالة. وأشار إلى أن عدد المصابين بلغ 17 مصابا، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان الأرقام النهائية عقب حصر وزارة الصحة لأعداد الضحايا. وأوضح الوزير أنه يتم التواصل مع السلطات السعودية وسيتم إعلان نتائج التحقيقات في حادث منى بالتنسيق مع الجانب السعودي. إلى ملف الانتخابات، حيث تعقد اللجنة العليا للانتخابات اعتبارا من اليوم دورات تدريبية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية لتدريبهم على الإجراءات وبيان حقوق وواجبات جميع أطراف العملية الانتخابية. وأكد المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة ستنظم أيضا الأسبوع المقبل دورات مماثلة للإداريين المشاركين في الانتخابات، وذلك للخروج بالعملية الانتخابية وإتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق على أفضل وجه. من جانبها أعلنت وزارة الداخلية أنها انتهت من كافة التجهيزات في المقار واللجان الانتخابية استعدادا لانتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى وجود خطة أمنية محكمة بالتعاون مع قوات الجيش لتأمين الانتخابات. وأوضح اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام أنه سيتم التصدي بكل حسم وحزم لأي أعمال تخريبية من شأنها محاولة تعكير صفو أمن المواطنين، مضيفا أن وزير الداخلية شدد على الحياد التام لكافة أجهزة الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وعدم التدخل في مسارها بأي شكل من الأشكال. أكد دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية تأجيل موعد الاجتماع الثلاثي الذي كان مقررا عقده بالقاهرة اليوم بشأن سد النهضة الإثيوبية إلى الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري بسبب ظروف خاصة تمر بها إثيوبيا والسودان. ونفى مغازي ما تردد بشأن تغيير مسار مفاوضات سد النهضة، وأن ما جرى هو تعديل لموعد انعقاد الاجتماع، مشيرا إلى أن مصر اقترحت أن يكون الاجتماع المقبل على مستوى وزراء المياه في الدول الثلاثة وليس على مستوى خبراء اللجنة الفنية الثلاثية كما كان مقررا. أعلن اليوم خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لمصر يكفي حتى الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل. وأكد حنفي تعقد هيئة السلع التموينية على شراء 235 ألف طن قمح روسي وأوكراني، مشيرا إلى أن الكميات المشترى تتضمن 60 ألف طن من القمح الأوكراني و 275 ألف طن من القمح الروسي، على أن يبدأ التوريد بداية من شهر نوفمبر المقبل ولمدة 10 أيام. وأضاف حنفي أن هناك إجراءات مشددة في عمليات استلام الأقماح المستوردة من الخارج للتأكد من مطابقتها لشروط التعاقد ومن جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.
أعلنت اليوم وزارة البترول والثروة المعدنية توقيع 5 اتفاقيات جديدة لاكتشاف الغاز والبترول بقيمة 100 مليون دولار كحد أدنى و3 ملايين و700 ألف دولار منح لتوقيع 16 بئرا جديدا. وأوضح بيان لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول أن هذه الاتفاقيات جاءت نتيجة المزايدة العالمية الأخيرة التي طرحتها الشركة، مؤكدة أن هناك خطة طموحة تستهدف رفع معدلات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية في محافظات الصعيد لتصل إلى 193 ألف وحدة خلال العام المالي الحالي. أعلن سامح شكري وزير الخارجية أن الغارات الجوية التي تشنها روسيا في سوريا ستساهم في محاصرة الإرهاب والقضاء عليه. وأوضح شكري أن المعلومات المتاحة من خلال الاتصالات المباشرة مع الجانب الروسي تؤشر إلى اهتمام موسكو بمقاومة الإرهاب والعمل على محاصرة انتشاره في سوريا. وأضاف أن دخول روسيا بما لديها من إمكانات وقدرات في هذا الجهد سيكون له أثر في محاصرة الإرهاب والقضاء عليه. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كليموف أن القوات الجوية الروسية تستخدم في غارتها على مواقع الإرهابيين في سوريا صواريخ موجهة بالليزر عالية الدقة. وأوضح كليموف أن الصواريخ المستخدمة في الغارات لا تبتعد عن أهدافها أكثر من مترين، ويصيب الأهداف الدقيقة ويحتوي على مواد شديدة الانفجار وكذلك انشطارية. تجدر الإشارة إلى أن القوات الجوية الروسية بدأت تنفذ غارات ضد تنظيم داعش في سوريا منذ الأربعاء الماضي. قالت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل إن الجهود العسكرية ضرورية في سوريا لكنها لن تضع نهاية للحرب هناك، مشددة على ضرورة إشراك الرئيس بشار الأسد في المحادثات. وأضافت ميركل أن التوصل إلى حل سياسي يحتاج كل من ممثلين من المعارضة والحكومة من أجل تحقيق نجاحات حقيقية. وأوضحت ميركل أنه يمكن لروسيا والولايات المتحدة والسعودية وإيران أن تطلع بدور هام إلى جانب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن استمرار منع الرجال دون 50 عاما من دخول المسجد الأقصى، ولأول مرة منع دخول المواطنين الفلسطينيين إلى البلدة القديمة في القدس الشرقية لليوم الثاني. وأفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان لها بأنها ستسمح فقط بدخول الطلبة والتجار من باب الأسباط، فيما لم يسمح بالدخول من أي باب آخر. من جهة أخرى، وقعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي على مدخل مخيم العروب شمال الخليل. أطلق خلالها الجنود وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المخيم. هذا وقد اندلعت الاشتباكات بعد مقتل مستوطنين إسرائيليين وإصابة 2 آخرين أمس طعنا بالسكين في هجوم شنه مسلح فلسطيني على مجموعة من المستوطنين في البلدة القديمة بالقدس قبل أن تطلق الشرطة الإسرائيلية النار عليه وترديه قتيلا. وأعلن مسؤول كبير في حركة الجهاد الإسلامي المسؤولية عن تنفيذ الهجوم، مؤكدا أن المنفذ هو عضو في الحركة ويدعى مهند الحلبي عمره 19 عاما. لقي 14 جنديا من القوات الخاصة الليبية مصرعهم وأصيب 10 آخرون جراء اشتباكات مع جماعات مسلحة بحسب مصادر رسمية. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة في تصريح لوكالة الأنباء، قال إن القوات الصاعقة تقاتل في عدة محاور ببني غازي وهي بوعطني والليثي ومحور عين مارة، وتحقق تقدما ملموسا على الأرض. وتشهد بني غازي منذ نحو أسبوعين اشتباكات يومية في عدة محاور في إطار عملية عسكرية تحت اسم الحتف تهدف إلى القضاء على الجماعات المسلحة التي تقاتل القوات الموالية للحكومة المعترف بها منذ أكثر من عام في المدينة.
إلى أخبار الرياضة، حيث يستضيف فريق الأهلي في 8:30 من مساء اليوم نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي باستاد السويس الجديد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية. ويتطلع الفريق الأحمر لتحقيق الفوز بأكثر من هدف من أجل تعويض الخسارة في لقاء الذهاب بهدف نظيف والصعود لنهائي البطولة التي توج الأحمر بها الموسم الماضي. قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا منح لاعبي الفريق راحة لمدة 3 أيام عقب مباراة الإياب التي خاضها الأبيض أمس على ملعب بتروسبورت أمام النجم الساحلية، والتي ودع فيها الأبيض بطولة الكونفدرالية الإفريقية. ويعود لاعبو الزمالك إلى التدريبات الأربعاء المقبل استعدادا لخوض مباراة السوبر أمام الأهلي يوم 15 أكتوبر الجاري. يحل فريق ريال مدريد ضيفا على جاره اتلتيكو الليله في تمام الساعه 8:30 مساء على ملعب فيسنتي كالديرون ضمن منافسات الجوله 7 من الدوري الاسباني. هذا وياتي ترتيب الفريقين في الليغا متقارب للغايه، حيث يحتل الريال المركز الرابع برصيد 14 نقطة ووراءه مباشرة اتلتيكو مدريد برصيد 12 نقطة في المركز الخامس. يستضيف فريق أرسنال غريمه التقليدي مانشستر يونايتد المتصدر على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة 8 بالدوري الإنجليزي. يستهدف أرسنال استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل وضع حد لسلسلة النتائج السلبية التي حققها على المستويين المحلي والأوروبي في الفترة الأخيرة. ويدخل الأرسنال هذه المباراة محتلا المركز الرابع برصيد 13 نقطة، فيما يدخل مانشستر يونايتد هذه المباراة وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة. يحل بروسيا دورتموند ضيفا على غريمه العنيد بايرن ميونخ على ملعب أليانز أرينا اليوم في تمام الساعة 5:30 مساء ضمن منافسات الجولة 8 من عمر مسابقة الدوري الألمانية البوندسليغا. ويريد البايرن مواصلة انتصارات هذا الموسم، حيث لم يخسر أي مباراة حتى الآن على مدار 7 مباريات، ليعتلي صدارة البوندسليغا برصيد 21 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط على بروسيا دورتموند الثاني. ويريد الفريق البافاري تحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق إلى 7 نقاط ليضمن بشكل كبير لقب بطل الشتاء. ختم نشرتنا الإخبارية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.